بسم الله الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. مرة تاني بشكر كل الآباء على دعوتهم، وموضوعنا الكبير عن الثعالب الصغار. وموضوع الثعالب الصغار ده معناه خطايا تتسحب وتدخل حياتك من غير ما تحس بيها. فاحنا هنتكلم عن مش الخطايا الكبيرة، كبيرة دي واحد بيبقى شايفها، لكن بعض الخطايا اللي الناس ممكن ما تعتبرهاش أخطاء، ودي زي ما قال سليمان تدخل تفسد الكرم. تعرفين في الكروم زمان بيعملوا صور، الزرع في مصر دايما يتعمل له صور، بس الصور تبقى فيه عيون كده ما تسمحش بالحيوانات الكبيرة تعدي، لكن لو ثعلب صغير زي الفار يعرف يعدي، فلو عدى يدخل ياكل الفاكهة ويبوظ الجنينة كلها ويتخن جوه وما يعرفش يطلع تاني. إنما في الآخر الفارم كله يبوظ. فعشان كده يقول خذوا لنا الثعالب، الثعالب الصغار المفسدة للكروم. يعني كل واحد في المؤتمر يفحص نفسه، ايه اللي معطلني عن ربنا؟ ايه اللي مخليني مش بحب ربنا قوي؟ ايه اللي مخليني مش عارف احب الناس قوي؟ ربنا بيطلب حاجات انا مش عارف اعملها. ليه مش فرحان كفاية؟ ليه مش باين عليا نعمة كفاية؟ ليه ما كسبتش ناس لربنا كفاية؟ لازم في حاجة غلط. يبقى في ثعالب صغار، في بعض الأخطاء بتبقى مستخبية كده. فهي يعني دورنا في المؤتمر إن الواحد يفحص نفسه ويكتشف الأمراض الخبيثة المستخبية من الناحية الروحية. فأول موضوع عاوز أكلمكم فيه سوء الظن. سوء الظن يعني البعض ما بيعتبروش خطية، والبعض ممكن يعتبروا ايه؟ حكمة، يعني حرص، فيشك في كل الناس ويقول لك اصل انا محبش يضحك عليا. بينما هو وقع في الآية اللي بتقول المحبة لا تظن السوء. يعني لو بتحب الناس قوي ما تفكرش ان هم بيغلطوا، تركزش في دي وما تتوقعش منهم الخطأ. مرة واحد حكيم كده قال لي، واحد فلاح بسيط، قال لي يا ابويا احسن واحد يضحك عليك من انك تشك في كل الناس. يعني بدل ما تشك في الناس كلها، يوم ما يضحك عليك واحد هيحصل ايه؟ يعني ربنا يعوضك، لكن لو شكيت في كل الناس مش هتعرف تعيش. يعني حكمة الناس البسطة. تعالوا نشوف الخطية دي بتدخل ازاي واشكالها ايه. يقول القديس بولس المحبة لا تقبح، ضمن صفات المحبة، ولا تطلب ما لنفسها، ولا تحتد، ولا تظن السوء. يعني ما فيش فكرة الظن السيء، الاعتقاد السيء، لأن ساعات الواحد المخ يعلى جواه، هو كان يقصد، هو فاكرني مغفل، هو بيضحك عليا، ونبتدي بقى ايه نمشي مع الافكار، بعدين نقول مش عارفين نصلي، طب هتصلي ازاي؟ خلاص ما عادش في محبه. صور سوء الظن، احكي لكم شويه صور من الانجيل بقى. شاول كان عنده ظن سيء ان داود عاوز ياخد مطرح. الحقيقه داود كان بيحب شاول. لو رجعتوا الانجيل داود كان بيحبه بجد. اولا كان بيحب يوناثان جدا، وكانوا اصدقاء العمر، وكان شايف شاول كأبو يوناثان، مفيش مجال للمقارنة، وهو عمره ما سعى للملك ولا فرق معاه يبقى ملك، وكان عاوز يعيش عيشته مع المزامير والغنم، وكان مبسوط بحاله. والآخر حياة شاول داود كان بيحبه وما حاولش ياخد مكانه، وبكى عليه لما مات. لكن شاول عاش بفكرة مسيطرة عليه، داود بيكره وعاوز يموتني وعاوز يقعد مطرحي. فكرة غلط،
والفكرة دي هي اللي موتته على فكرة، هي اللي كملت عليه، هي اللي ضيعت كل حاجة حلوة في حياته. شاول الملك في أول حياته كان إنسان كويس، كان تلميذ صموئيل النبي، وكان شخص روحاني بيصلي، وربنا انتصر بيه انتصار على الفلسطينيين بشبه معجزة. ليه؟ لأنه كان طيب. وانتوا عارفين أنه فرح يوم جلياط في الأول، لأنه داود عمل شغلة كويسة أنه موت جلياط. وأول ما البنات ابتدت تغني قتل داود ربوات 10,000، وقتل شاول ألوف just 1,000، ابتدت بقى المشكلة، وابتدى المخ يودي ويجيب. صورة تاني، شعب اليهود ظنوا ظن سيء في موسى وهارون، وعملوا ثورة في مرحلة، وقالوا حتى متى يا موسى وهارون بتتسلط على هذا الشعب؟ هو يعني ما فيش غيركم بيعرف ربنا؟ وكادوا يعملوا ثورة عنيفة. ده سوء ظن. موسى عمره ما كان عاوز يبقى ليدر للشعب. ده موسى هرب قد ما هرب ربنا يجري وراه ويقول له تعال اشتغل معي، يقول له لا. فهم كانوا بسط أو متواضعين، لكن الشعب أساء الظن بيهم، وحصل ثورة، وفي الآخر ربنا طبعا نجى موسى وهارون، والأرض بلعت الناس المفتريين دول. لكن سوء الظن ضيع ناس كتير قوي، لأن هم أساءوا للمسؤولين على اعتقاد أن دول ناس عاوزين يسيطروا بس. يا حبيبي ده ظن سيء، دول بيخافوا ربنا وبيحبوا ربنا، لدرجة موسى يقول يا ليت كل شعب الله كانوا يتنبؤون. ما كانش يعني فرحان بمكانته لأنه كان تعبان. قصة أخرى، أنا بديكوا بس من الإنجيل فكرة أن في حاجة اسمها سوء الظن عشان الواحد يقيم نفسه عليه. إخوات يوسف ظنوا أن يوسف هينتقم، فاكرين إمتى؟ بعد ما مات أبوهم يعقوب. هو طبعا يوسف بقى رئيس مصر تقريبا، والعالم كله بيخضع ليه، وهم عارفين اللي عملوه فيه، رموه في البير وزلوه، راحوا ضحكوا على ابوه وقالوا ان هو ايه اكلته، اكلوا حيوان مفترس. فتوقعوا ان اللي كان حيشه من الانتقام ابو يعقوب. فلما مات يعقوب راحوا هم مرعوبين، لان عندهم اعتقاد انه يوسف هينتقم. يوسف بكى قال لهم انتوا بتقولوا ايه؟ انا هفكر انتقم لنفسي، ربنا اللي جابني هنا، انتم قصدتم بي شرا والرب قصد به خيرا. انا عمري ما ركزت معاكم، غلطتوا فيا تغلطوا، وربنا في الاخر ما بيغلطش. غلط الناس جوه ارادة ربنا يطلع حاجة حلوة، لكن هم كانوا يعتقدوا بفكرهم البشري انه زي واحد زي يوسف لازم ينتقم. فهو فند الكلام ده وقال لهم لا، ده انا هعولكم انتوا واولادكم. سوء الظن في قصه تاني يجوز مش كلكم عارفينها، كان في واحد اسمه يؤاب رئيس جيش داود. ولما داود بعد موت شاول، في واحد اسمه ابنير تحزب لعيله شاول، فاصبح المملكه مقسومه في الاول. إنما ابنير في مرة راح لداود وقال له كفايانا حرب، احنا كلنا شعب الله في بعض، خلاص خليك انت بقى الملك، ما انت ربنا مسحك على يد صموئيل. ابنير عمل الديل مع داود وهو طالع يؤاب شاف، فيؤاب قال لك ده جاي يجسس علينا، دخل لداود زعق فيه مع ان داود هو الملك، بس يؤاب ده كان مفتري. قال له انت ازاي تطلع ابنير من تحت ايدك؟ ده جاي يجسس علينا. قال له ده عمل معايا اتفاق وهيروح يجيب لي العشر أسباط ونبقى مملكة متحدة. قال له انت مش فاهم حاجة. وطلع يؤاب ورا ابنير عمل ايه؟ قتله. بصوا سوء الظن يوصل لايه؟ في الحقيقة ابنير ما كانش غرض وحش، وعشان كده يؤاب انتهى نهاية وحش على فكرة. سليمان خد بحق ربنا في الآخر. لكن سوء الظن ممكن يخلي الواحد يأذي شخص وضميره مرتاح، كأنه يعني بينتقم لنفسه أو لغيره. ده النص اللي بحكي لكم عنه
يؤب يقول له إنما جاء ليملقك، يعني يتملقك يعني، وليعلم خروجك ودخولك. وطلع بعد كده قصة أخرى فيها سوء ظن. أرميا النبي كان في زمن صعب قوي، بتوع بابل جايين، مملكة بابل دي مملكة قوية، ربنا زعلان جدا من شعبه لأن دخلوا الوثنية بقوا يعبدوا أوثان. أرميا عمال يقول لهم ربنا زعل، أنتم مش راضيين تتوبوا، ما بيتوبوش. المهم أنه هو قال لهم سلموا البلد لبابل، اعتبروه جاسوس، قال لهم حقنا للدماء، يعني قللوا الدم وسلموا لأنه مش هتقدروا تقفوا قدام الناس دول. اتهموه بالخيانة واتسجن أرميا فترات طويلة أوي، وتعرض للموت كتير أوي، وهو كان معاه حق، كل اللي قاله حصل. لكن بصوله بصت سوء الظن، انت عميل للناس دول، بتقول سلموا البلد تبقى عميل ليهم كلدانين. ليه بنقع في سوء الظن؟ اولا المبالغة او التهويل، يعني ايه؟ في ناس بطبيعتها زعلتها وحش، يعني كلنا ممكن ايه حد يضايقنا بكلمة. الشاطر اللي يبلع ويفوت ويكبر، في واحد بقى كلمة تدخل ما تطلعش، وتضرب في مية، وتاكل عقله وقلبه، ويفضل يهري جواه، والموضوع يقعد معاه سنين. ايه يا عم ده؟ موضوع بسيط، اللي قدامك ما كانش يقصد، الحكاية كانت ممكن تعدي. يبقى في ناس بتسيء الظن لأن عندها ميل دايما للتضخيم والتهويل والمبالغة، ودول ناس غير ناضجين لا روحيا ولا نفسيا. ربنا يسوع اتهموه ان هو رئيس شياطين، ما خدهاش بزعلة، رد بهدوء وقال لهم لو انا رئيس شياطين بطلع شياطين، طب ولادكم بيطلعوا الشياطين ازاي؟ هم كمان رؤساء شياطين؟ ولو انا رئيس شياطين بطلع شياطين كانت مملكة الشيطان خربت، شيطان يطلع شيطان. هو انت ما كبرتش الموضوع يا رب؟ دي شتيمة دي. لا ما كبرهاش، عادي، عدى الموقف. بنقع في سوء الظن ساعات بالوشاية، عارفين الوشاية العربي الفصحى؟ انا عارف انتوا بعدتوا عنه، يعني اللي هو فكرة ان واحد يلعب في ودانك يغذي الموضوع، يقعد ياكل في ودنك. والحمد لله الستات المصرية يعني لازم يحفظوا يعقوب ثلاثة، يعني بعد أبانا الذي على طول يحفظوا يعقوب ثلاثة، عشان دي عن اللسان، يقعدوا يزيدوا ويعيدوا في الكلام، فالموضوع الصغير يكبر. كل ده بيبقى تأثيرات خارجية وحشة طبعا. ازاي تسكت؟ ازاي تفوت لواحد وكلام بقى تلاقوا مشكلة صغيرة وكبرت قوي؟ ليه؟ الناس عملت خير يعني، مش خير طبعا يعني. بنقع في سوء الظن ساعات يكون ورا سوء الظن خطية أخرى مستخبية، يكون واحد بيحب الفلوس، فواحد يعني ايه اتنصح عليه شوية فكبرت عنده جدا. هي كبرت عندك عارف ليه؟ عشان انت بتحب الفلوس. ايوه هو ممكن يكون ضحك عليك شوية ماشي، بس لو انت مش بتحب الفلوس هتعدي، لكن لان الفلوس غالية عليك قوي قلبت عداوة وخصام وانتقام وغل وحقد. ايه ده كله ده؟ ضيعت السما منك. يبقى هنا الظن السيء بيزيد لما يكون معاه كمان تعلق بالفلوس. سوء الظن يزيد لما يكون فيه صغر نفس، الشخص لما يكون حاسس انه قليل يسيء الظن. الثقة بالنفس تخلي الواحد لارج، يعني يفوت ويبلع ويكبر وما يقعدش يصغر دماغه، يعني اللي نفسيته صغيرة دماغه صغير، لمؤاخذة في التعبير. يعني ايه؟ اللي حاسس ان هو ضعيف وقليل يقعد يقول لك بصوا عليا، اتكلموا عليا، بيرتبوا على ايه؟ محدش شايفك اساسا، انت اللي يتهيألك. لكن سوء الظن مرتبط بصغر النفس. انتوا عارفين مثلا قايين وهابيل، قايين عنده صغر نفس، فلما ربنا
قبل ذبيحة هابيل. وهابيل ما عملش حاجة في حق أخوه خالص، ما غلطش في حق أخوه، أخوه كبير. إنما قايين قلب على أخوه. طب تقلب على أخوك ليه؟ ماله أخوك؟ عمل حاجة كويسة وربنا شجعه. إنما قلبت، شوفوا بقى الظن السيء والأفكار السيئة وصلته قتل هابيل. كمان سوء الظن يجي من الخوف. لما الواحد يبقى خواف يتهيأ له حاجات. في ناس عايشة في تهيؤات. مرة واحدة لسه بتقول لي إيه؟ حماتي مصرة تخرب بيتي. ليه يا بنت؟ تخرب بيتك ليه يعني؟ قالت لي تصور تبقى معزومة عندي وما تعلقش ولا كلمة عن الأكل اللي أنا طبخاه. طبعا حماتها أساسا الزهايمر، مش عارفة بتاكل إيه، فهي it's unfair إنها تتوقع منها كلام اللي الأكل حلو ولا مش حلو. تتخيلوا وصلنا لإيه؟ بدل ما علقتش بقصدها تخرب البيت. ده طبعا ده نوع من المخاوف كده اللي من الشيطان. ساعات تبقى خايف من الخسارة فيتهيأ لك ان الناس كلها بتعاديك. برضو مرة واحد اعترف عندي قال لي كلمة حكمة، قال لي بقالي كذا سنة كنت مقتنع ان فلان مستقصدني في الشغل لانه بيقف لي على الغلط بيشد عليا، فانا كنت حاسه بيكرهني. وبعدين لما ترقيت وقف قال فيا كلام حلو وقال لي، قال لي انت عارف انا كنت بشد عليك ليه؟ كنت عاوزك توصل للمستوى ده وانا فخور بيك. فقال لي انا ظلمته، انا اسأت الظن، انا كنت خايف منه يرفدني. عمره ما فكر يرفدني، ده كان بيصلح فيا بيعدل فيا، لكن انا خدتها بسوء ظن وجاي اعترف بسوء الظن. بقالي سنين شايفه بيأذيني وهو مش بيأذيني، هو بيفيدني. سوء الظن ساعات يجي من الخبرات السيئة. عندنا برضو في مصر، انا مصري صعيدي وبحب مصر، بس يعني بتريق شوية على طباعنا اللي فيها حاجات كده عاوزة تتصلح. تلاقوا المصريين يميلوا عموما للتعميم، عارفين التعميم generalization. مرة ركبت تاكسي فقال لي يا مولانا عاوز اقول لك حاجة. قلت له قول. قال لي كل اللي راكبين ملاكي دول حرامية. انا طبعا كنت راكن العربية. هنا سوء الظن بيجي من التعميم. تقعد تعمم ليه؟ هو لما يكون في خادم مش كويس، كل الخدام وحشين، شماس متعب، كل الشمامسة متعبين، كاهن زي حالاتي متعب، كل كاهن وحشين. لا، التعميم مؤذي، يعمل سوء ظن ملوش معنى. لكن للأسف في ناس مجرد خبرة سيئة تلاقيها ايه جنرالايزد كده على كل حاجة، وده يزود سوء الظن. عدم المحبة، انا بديكم ما وراء سوء الظن. سوء الظن ضيع ناس، ما تستقلوش بالخطية اللي بتكلم فيها. It seems like a little fox but it's not little, you know. دي ممكن تضيع السماء. ان الواحد يسيء ظن في انسان ده معناه قلبه توسخ خلاص، ممكن يضيع. عدم المحبة، لما تكون انت مش بتحب شخص تتوقع منه الخطأ، لكن لو انت بتحبه تبلع له الزلط، مش كده؟ الاسقاط، بعض الناس عندها حاجة اسمها البروجكشن دي، ان الغلط اللي فيك بتحب تشوفه في غيرك عشان مش قادر تشوفه في نفسك، وده نوع من سوء الظن. جالي مرة واحد خادم كده يقول لي الخادم ده بيحب الفلوس زي عينيه. عارف الخادم انسان كويس ملوش في الفلوس خالص. قلت له ليه؟ قاعد يقول لي شوية مواقف كلها تتفسر بطريقة تانية تدور الايام، وطلع انه بخيل بخل الدنيا، مش عاوز يطلع ولا مليم للفقراء عشان يخزن فلوس. فهو عنده العيب بيشوفه في غيره، مش عاوز يشوفه في نفسه، ويسيء الظن بالناس لانه مش راضي يشوف نفسه.
طبعا سوء الظن ممكن يوصل إلى اضطراب نفسي، بعض الأمراض النفسية أو المتاعب النفسية يبقى معاها بقى إيه delusions كده وأوهام وحاجات زي كده. طيب المحبة لا تظن السوء، تعالوا نراجع كم موقف تاني من الكتاب. الابن الأكبر تفتكروا ليه ما قبلش أخوه في قصة الابن الضال؟ أحد التفسيرات أنه اعتقد أن أخوه راجع عشان ياخد بقية الفلوس، عشان كده تلاحظوا في كلامه مع الأب قال له إيه، ده أنا بخدمك وما جدتنيش عجل أفرح بيه. فالأب قال له إيه، يا ابني كل اللي فاضل ليك، يعني اطمن مش هندي له فلوس تاني، بس كان ينبغي أن نفرح، أخوك كان ميت وعاش. إذن اللي ما دخلوش الحفلة إيه، سوء ظن، معرفش يفرح بأخوه ولا حتى يفرح لأبوه إن أبوه فرحان باللي رجع، لأنه كان قلبه مش حلو. مرثا من سوء الظن غلطت في ربنا يسوع نفسه، قالت له أما يهمك أن أختي تركتني لأخدم وحدي، قاعدة بس تسمعك وعظات وخلاص. طبعا هي كده سوء ظن، ليه؟ هي البنية فرحانة بربنا ونسيت روح، لكن مش قصدة تسيب أختها تحتاج، عندهاش النية دي. يعني الناس لما المسيح دخل بيت زكا أساءوا الظن بيه، زكا معروف أنه إيه معاه فلوس، فقال لك ده دخل عند راجل شكله هيقبض، كلام على المسيح، دخل ليبيت عند رجل خاطئ بس زكا معاه فلوس كتير، فقال لك المسيح داخل عنده عشان يطلع بحاجة بقى. بالمناسبة بيت زكا ملك الكنيسة القبطية في أريحة لغاية دلوقتي، في دير هناك في القدس اسمه دير القديس زكا وتابع للكنيسة القبطية، ريتكم تروحوا المكان الجميل ده، يعني المكان اللي دخل فيه المسيح في بيت زكا. الحكمة والحذر، مش معنى ان احنا بنقول تعالوا نحارب سوء الظن ان الواحد يبقى غشيم ويبقى اللي قدامه مؤذي ويفضل يقول عليه ملاك، ما قلناش كده. ربنا يسوع نفسه قال لنا خليكوا بسطاء كالحمام وخليكوا حكماء كالحياة. فربنا يسوع لما جالوا ناس عاوزين يمسكوا عليه كلمة قال لهم ايه، لماذا تجربونني يا مراؤون؟ اذن ربنا يسوع هنا مش سيء الظن، هو فاحص القلوب، فعرف نية الشخص. اذن علمنا نبقى حكمة في بعض الناس ما ينفعش تثق فيها ثقة عمياء وانت متأكد من النوايا الشرير، ده مش معناه تكره بس معناه تبقى حريص. لما قال انظروا وتحرزوا من خمير الفريسيين والصدوقيين اللي هو تعليمهم يعني واتجاهاتهم وتفكيرهم، هنا ربنا يسوع مش بيعلم التلاميذ سوء الظن، بيعلمهم الحرص الحكمة. يبقى لما تعلموا أولادكم حاسبوا من ناس معينة، ده مش معناه بتربي في أولادك سوء الظن، ده توعية، دي حكمة. لكن ما تسيبش قلبك يتهيأ له أن الناس بتكرهك والناس بتأذيك، حاسب على أفكارك وقلبك، لكن الحكمة مطلوبة. ربنا يسوع قال كمان لا تعطوا القدس للكلاب ولا تطرحوا ضراركم قدام الخنازير، يعني لو اللي قدامك عقلية يعني كلاب أو خنازير ما ينفعش تتعامل معاه كبني آدم في كل حاجة، لأنه دي عقليته كده، فده ما ياخدش حاجة سمينة لأنها هتدوس عليها برجليه وتلتفت فتمزقكم. كونوا حكماء كالحياة وبسطاء كالحمام. العلاج آخر نقطة، إزاي الواحد ينقي قلبه من سوء الظن؟ سوء الظن عدو نقاوة القلب، كلكم عارفين طوبى لأنقياء القلب يحصل لهم إيه؟ يعاينون الله، يعني اللي عاوز يقرب من ربنا ويشوفه لازم قلبه يبقى نظيف. أحد علامات القلب النظيف إنك لا تسيء الظن، تبقى حكيم بس بسيط جدا وما عندكش مبالغة ولا سوء ظن. أول علاج، راجع أفكارك ومشاعرك
وكلامك، لأنه كلامك يكشفك. لو علقت على شخص كلام سلبي معناه قلبك شايل منه، ما تجملش الصورة. من فضلة القلب ها يتكلم اللسان، فلسانك هيفضحك. لو قلت كلمة زيادة عن شخص معناه قلبك يسيء الظن بي، شايفه وحش، بس مش هتعرف تقول غير كده. إذن المراجعة، أنا بفكر في الناس إزاي، شايفهم إزاي. ربنا يسوع يا أحبائي دايما شايف أحسن ما فينا، إحنا كلنا فينا عيوب، لكن ربنا بيبص علينا دايما من نظارة البرفكشن بتاعه، دايما شايف أحلى حاجة فينا، وعشان كده عاوزنا كلنا في السماء وبيقبلنا كلنا ونرجع له يكبرنا ويعمل لنا قيمة. طب احنا عاوزين العين البسيطة دي، دي عاوزة مراجعة مستمر. الواحد يفحص قلبه وفكره وكلامه لألا يكون دخله سوء ظن بدأ يبان في كلامه وتصرفاته. العلاج كمان انك تقف قدام ربنا تشكي نفسك، يا رب نقي قلبي، شيل مني الظن السيء، ساعدني احب فلان اللي انا مش مرتاح له، لانه لو ما عرفت احبه انا هضيع. لان ربنا يسوع قال صلوا لاجل الذين يسيئون اليكم، احسنوا الى مبغضيكم، ما قالش سيئوا الظن، ما قالش توقعوا منهم حاجه حلوه. كمان جهاد النقاوه والبساطه، ان انا جاهد ان انا ما اقعدش اقلب المواضيع زياده في دماغي، ما كبرش، ما هولش، اعدي، ابلع، افوت، افترض دايما الافتراض الحسن في الناس. لو حد قال كلمه مش لذيذه اقول في بالي ايه؟ ما يقصدش، ببساطه خلاص. لما تتكرر بقى كتير قوي خلاص يبقى ده في مشكله عنده، هنحبه على مشكلته. لكن من بدري كده الواحد يبتدي يجاهد انه ما يحوش جواه. في العلاج كمان الواحد يطلب الحكمة يا أحبائي. الحكمة نثق في مين ونحتمل مين ونبعد عن مين. أقولها تاني، الحكمة نثق في مين، وبدل ما تثق في واحد واثنين يا ريتك تثق في مين. المسيح إدى ثقته لاتناشر واحد، طلع واحد مش كويس، لكن المسيح ما تراجعش عن الثقة، ما سحبش الثقة، ولما كلهم شكوا وسابوه ما زعلش وقفل عليهم وقال لهم انتوا ما تنفعوش، لا، رجع تاني يشجعهم. اطلب الحكمة عشان تتعلم تثق في مين وتحتمل بعض الناس. في ناس لازم تبعد عنها. في طريق الخطاة لا يقف، في مجلس المستهزئين لا يجلس، بس دول ناس بتبعد وتصلي لهم مش بتكرههم، لكن ما ينفعش يبقوا أصدقاء أو قريبين ليك زيادة. وفي فئة كبيرة في النص تستحمله، بكرة يتغير. في العلاج كمان حاول تسامح، انسى. طيب حتى لو حد غلط فيه، طب ما تقول زي داود، ربنا قال له اعمل كده، لعل الله ينظر إلى مزلتي. يبقى فكر أن ربنا هيعوضك على الاحتمال اللي احتملته، والشاطر اللي يسامح مش اللي يخزن. في العلاج كمان حاسب من الناس اللي تأذي ودانك. الشخص اللي يجي يقلبك على شخص، يجي يشوه صورة إنسان قدامك، اقفل ودانك من فضلك. لأن ياما ناس وقعت في الخصام والعداوة والكراهية، فتحت ودانها لناس مغرضة، وفي ناس شاطرة في اللعبة دي ومؤذية بجد. ربنا يحمينا من سوء الظن، ويدينا دايما حكمة في التعامل مع الكل. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين. قدامكم فرصة لثلاث أسئلة وبعدين ناخد البريك. لو حد عنده سؤال في الموضوع تفضل. Thank you.
شاطرة يا بنت، برافو. عدم المواجهة، ثانك يو بابا. يعني نقطة جميلة أنا نسيت أقولها، العتاب أو المواجهة. إن أخطأ إليك أخوك، ثانك يو بونا، شكرا جدا، اذهب وعاتبه بينك وبينه. يعني بدل ما تقعد تقول كان يقصد وما يقصدش، روح بمحبة وقول له أنا اتضايقش شوية من الكلمة دي وخلص الموضوع. بس طبعا العتاب عاوز حكمة وعاوز تواضع عشان ما تقلبش خناقة أكبر، لكن العتاب مطلوب. تفضل يا حبيبي. الاعتراف أمام الناس، يعني أنا لو غلطت في حق حضرتك مش كفاية أروح أقول لربنا سامحني، لازم أجيلك وأقول لك أنا آسف أنا قلت كلمة زيادة. فأنا الناس ما أقصدش جنرالي، أقصد الشخص المخطئ في حقه بشكل معلن. حد هنا عندي سؤال ريليتد للموضوع، بيقول كيف نفرق بين سوء الظن والطيبة الزائدة غير الحكيمة؟ أظن أن علقت عليها، أنه الحكمة تمشي مع البساطة. البساطة واحد لا يظن السوء، لكن ده مش معناه أنه عبيط سوري يعني أو غشيم. لا، ربنا يسوع دايما هو المثل الأعلى في كل الفضائل، عنده محبة عالية جدا ولا يسيء الظن لكنه حكيم. ودي بتيجي بالروحانية يا جماعة، يعني الفضائل دي تجتمع لما الروح القدس يملك، لما تصلي وتقرب من ربنا بجد يديك دي ويديك دي، يديك قلب واسع نقي تحب الناس كلها، ويديك كمان حكمة تميز من غير ما تسيء الظن لحد. طيب، لإلهنا كل مجد وكرامة.